رأي وجهة نظر. ملتزمين طبعا، هو احنا بنلعب في الحارة، لكن الغلطة بتاع الدولة مع احترامي الشديد للحكومة انها كانت المفروض تسمع الاول الاراء من كل ناحية وتعرض على مجلس الزراعة ده ناس محترمة كلهم قاعدين، ناس محترمين تمام، ولما بيعرضوا بينسى ده اهلاوي ولا زملكاوي. لا اذا اعادة العرض بعد الجلوس مع الاندية والسيد وزير شباب الرياضة الدكتور اشرف صبحي يعيد العرض مع الاندية وارتأى الحكومة، ارتأت الحكومة انه لا احنا متمسكين بالقرار الاولاني واعتبارا من 25 يوليو هتلعبوا. طبعا انا ما اعتقدش ان الحكومة هتعمل ضد رأي الناس، غير نعتقد او لا مش رأي، احنا بنتكلم دلوقتي في قرار هنلعب ولا لا. يعني دلوقتي لو مجلس المجلس النواب خد ثانية واحدة من فضلك، اللي هي الجمعية العمومية مجلس النواب خد قرار، خلاص ده مجلس نواب في ناس معارضة ليه؟ الأغلبية قالت لا ده قرار، الأغلبية قالت ده قرار خلاص. هو النهارده يا سيادة المستشار الحكومة تقعد مع ال 100 مليون مواطن عشان لو انا هاخد قرار اقعد مع ثانية واحدة مع طلبة الثانوية العامة، اقعد مع الجامعات، اقعد مع الاندية، اقعد مع مش عارف مع مين، مراكز شباب، وبعدين ما في دولة وفي اجراءات بتتاخد يا باشا مسؤول عن قراراتها. لا يا باشا لا، حضرتك اللجنة المعينة اللي بتاخد القرارات دي اصلا لجنة غير شرعية، والفيفا اللي معيناها. انا بس كان ليها تعليق على الصورة القديمة دي اللي اتجهتها في الاول، واخد بالك؟ ما اعرفش شكلهم قاعدين بيعزوا ولا قاعدين بايه، لكن قاعدين بيعزوا اسماعيل يوسف وعلاء مالت بتوعنا قاعدين ايوه دي قاعدين عمر قاعدين في حمد ده الاجتماع ده اللي فين؟ ده النهارده ده انا ما رضيتش اروح ليه بقى؟ عشان ما يتقالش مرتضى فرض ارادته على حد. بعت الكابتن اسماعيل يوسف وهو قاعد بس اكيد منسق من قبل الاجتماع يا باشا، منسق مع كل الانديه. طيب وباخد راي كل الانديه. واخد بالك؟ واخد راي كل الانديه بتقول رايها وبنسمع، واختلف مع الاستاذ محمد مصالح في كلمه، هو بيختلف معايا في كلمه، بنختلف مع الاستاذ ابراهيم. المهندس فرج عامر كان موجود اهو. مين؟ المهندس فرج عامر. لا ما مش موجود فرج مش عامر. كان حاضر النهارده؟ لا بكره ان شاء الله. فرج عامر دلوقتي معروف ان هو هيصوت انه مع النادي الاهلي يعني. مع عوده الدوري المهندس فرج عامر مع النادي الاهلي، مش مع عوده الدوري خلاص، اخويا وحبيبي زميلي في البرلمان. تمام النهارده 6-5 قالوا احنا رافضين العوده، واحد قال انا اللي هو مولين عرب وقرار محترم يعني راجل محترم رئيس الشركه بصراحه، وانا شايف احمد عادل او محمد عادل اهو. نعم تمام ادي واحد. نمره 2 امبارح كان في 6-4 قالوا رافضين واثنين قالوا احنا موافقين. تمام فاحنا ناخد راي الناس زي ما قلت يا استاذ احمد. طب ما هو بيتاخد راي الناس، لكن في الاخر نسيب للدوله او مؤسسات او الحكومه. لا يا استاذ احمد، حضرتك طلعت القرار قبل ما تاخد راي حد. طيب وبعد ما خدت القرار ابتديت تسال الناس بس، وده غلط، ما ينفعش حضرتك تسمع الناس الاول وبعدين تعرض راي الناس، لان احنا في دوله ديمقراطيه بتسمع كل الناس. وده بقى دي المجموعه اللي احنا 18 نادي دول بيكونوا 18 نادي، هم ده الجمعيه العموميه للدوري الممتاز في اوروبا. يا سياده المستشار في اوروبا اللي